السلام عليكم. اليوم حنتكلم عن محصول الذرة. مثل ما تلاحظوا هذه الذرة الصفراء بعد شهرين ونصف من الزراعة. مثل ما تلاحظوا اليوم حنقوم بتسميدها دفعة ثالثة من محلول البوتاسيوم. مثل ما تلاحظوا هذا محلول البوتاسيوم يمكن شراءه من المشاتل الزراعية. مثل ما تلاحظوا هذا المحصول سمدناه دفعتين فقط. مثل ما تلاحظوا النمو الخضري ما شاء الله. حنقوم بتسميده دفعة ثالثة. يعني يوجد طريقتين للتسميد. يمكن وضع نترات البوتاسيوم مباشرة تحت يعني الجذور، ويمكن وضعها مع الماء وسقي النبات. مثل ما تلاحظوا إذا وجدت الإصفرار على الأوراق هذا ناتج عن فقدان عنصر البوتاسيوم. مثل ما تلاحظوا إصفرار على الأوراق. مثل ما تلاحظوا إصفرار ناتج عن قلة البوتاسيوم. مثل ما تلاحظوا حنقوم بالتسميد الدفعة الثالثة، وحنختار الطريقة. حنقوم بوضع محلول البوتاسيوم مع الماء عشان يسرع في تغذية النبات. طبعا التسميد حناخو يعني لتر ونصف من الماء، عليها يعني ملعقتين كبيرتين من محلول البوتاسيوم. بس ما تلاحظوا إذا كثرنا من محلول البوتاسيوم يمكن للنبات أن يموت، وإذا زدنا من محلول البوتاسيوم يمكن كذلك أن يموت. مثل ما تلاحظوا هذه الذرة، مثل ما تلاحظوا ما شاء الله النمو الخضري، كذلك الأوراق. يعني الشهر القادم حتبدأ تطلع الأزهار وثم الذرة. كذلك هون مثل ما تلاحظوا تقريبا طولها 40 سنتي. مثل ما تلاحظوا وهون كمان مثل ما تلاحظوا الذرة، حنقوم بتسميدها. مثل ما تلاحظوا اصفرار الأوراق، وهون كمان مثل ما تلاحظوا حنقوم بتغطية الجذور. مثل ما تلاحظوا نمو جذري جيد. مثل ما تلاحظوا نقوم بتغطية الجذور. يعني إذا تركنا الجذور بهذه الحالة وقمنا بريها يمكن أشعة الشمس أن يكون إنتاج يعني جذري ضعيف. ثم تلاحظ حنقوم بتغطيته عشان حمايته من أشعة الشمس. مثل ما تلاحظوا حنقوم بتثميده. مثل ما تلاحظوا هذا محلول البوتاسيوم، حنقوم بري النبات هيك مثل ما تلاحظ بهذه الطريقة. مثل ما تلاحظوا حنقوم بري كل النباتات. مثل ما تلاحظوا كذلك النبات، كذلك الذرة الموجودة. مثل ما تلاحظوا وهون كمان الذرة. مثل ما تلاحظوا الساق سميكة شوية، نقوم بتسميد بهذه الطريقة. بس يعني دفعة قليلة فقط. مثل ما تلاحظوا وهون كمان نقوم بتسميد الذرة. مثل ما تلاحظوا كذلك الدفعة الثالثة من محلول البوتاسيوم. ومثل ما تلاحظوا قمنا بتسميدها. مثل ما تلاحظوا قمنا بتسميد الذرة الدفعة الثالثة بعد شهرين ونصف من الزراعة. هلأ حنستنى حتى ما بين ما تزهر عشان نضيف دفعة رابعة لتغذية محصول الذرة.
مثل ما تلاحظوا هذا الصفار ناتج عن قلة محلول البوتاسيوم. مثل ما تلاحظوا الأوراق. مثل ما تلاحظوا النبات نمو جيد سليم ما شاء الله، حنقوم بمتابعته حتى للحصاد. طبعا لا تنسوا اشتراك في القناة ووضع لايك، وإلى اللقاء في فيديو قادم، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.